احنا لا هوا ولا تراب ولا اي عوامل بتوقفني. الفورد فيوجن ال 2000 سي سي الجديده اللي لسه نازله ما بقالهاش. اولا اشكر عم فولي ماسك لي الحامل بتاع الكاميرا عشان ما يطيرش وسط الهوا ده كله. يلا نتفرج عليها. طيب قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه، وبرضو ادخلوا على انستجرام عشان ايه تشوفوا اللي بيحصل في الكواليس. يلا بينا. عربية فول سايز سيدان، سيدان ضخمة مش ليفت باك، بطلوا الليفت باك، الشنطة دي بقت عادية خلاص. اهم تغيير في العربية ايه؟ ان نازلة بموتور 2000 سي سي. تمن العربية دي 625 ألف، دي الفئة اللي بيسموها السبورت. في فئة اعلى منها اللي هي التايتانيوم ب 675 ألف، وفيها فروقات كبيرة. اهم حاجة هي الموتور، تعالوا نتكلم عليه. 2000 سي سي 240 حصان و 340 نيوتن متر من العزم. الموتور تيربو، واصلين على نقل الحركة بتاع فورد العادي جدا الست نقلات. التعليق الامامي ماكفيرسون، والخلفي مالتي لينك منفصل طبعا. من قدام العربية ما حصلش فيه اي تغيير في الشكل خالص غير من تحت الموتور، ما زالت عندي الانوار النهارية الـ LED من تحت، وعندي برضو الاكسدام الجزء الاسفل بتاعه فيه بيانو بلاك وشكله رياضي حلو. الشبكة حواليها كروم كبير، والخطوط العريضة بتاعت الكروم برضو المعمولة بالكروم بتدي عرض اكبر للشبكة، ومفيش شك العربية شكلها حلو. انا شخصيا بحب شكل العربية دي جدا. الانوار هنا في الفئة السبورت هاليجين عادية خالص، وبرضو الانوار بتوع الاشارة عاديين. اكبر تغيير في العربية تحت الكبوت طبعا، علامة الشياكة، عندك مساعد حلو قوي، وفي برضو عزل اسفل الكبوت. الموتور ال 2000 سي سي الايكو بوست، واحد من اشهر المواتير عندهم. الموتور بيولد 240 حصان و 340 نيوتن متر من العزم. العزم الماكسيمم بيبتدي عند 1900 لفه، متاخر شويه مقارنه بالمنافسه. مثلا لو بصيتوا على مجموعه عربيات اللي طالعه من اودي هتلاقي انهم بيبتدوا عند 1750 او اقل، ولكن برضو ارقام محترمه جدا. ما فيش ارقام تسارع رسميه، ولكن انا متخيل انها تبقى اقل او في حدود التسع ثواني او اقل شويه. برضو وصيل عناء الحركه الست سرعات العادي جدا الاعتمادي جدا من فورد، اللي هو مش اسرع عناء الحركه في الدنيا ولكن اعتمادي جدا. من الجنب مفيش اي تغييرات تذكر خالص، العربيه ما زال شكلها هو هو، والازاز هنا الخلفي كله فيوميه شكله حلو قوي. وبرضو الوصلات في ما بين البابين بالاسود عشان تفضل مكمله بالظبط الكابينه، يعني خط الازاز ما يبقاش مكسور بحاجه، وحوالين الازاز كروم معمول بشياكه حلو قوي، شكلها حلو جدا. وفي اللون الاحمر حلو قوي مفيش برضو كلام فيها. في خط كتف جامد عند الاوكر مكمل في طول العربيه، خط كتف من الخلف اعلى شويه عشان يدي احساس بعرض العربيه من المنظر الخلفي او من الثلاث تربع. كاوتش العربيه هنا 17 بوصه 215 على 55. الفئه الاعلى التايتانيوم هي اللي بتنزل بال 18ات، ولكن انا مش دايما برحب بفكره الكاوتش البروفايل بتاعه عالي او يعني عدد بوصات بتاعه كبير، بفضل الكاوتش الاصغر شويه بيبقى اظرف في البلد بتاعتنا بشوارعها. ولكن الجانت شكله حلو عادي، يعني مش مفيش اي حركه جامده فيه. واحده من ضمن الحاجات الحلوه في العربيه ان العربيه برضو فيها كومفورت اكسس من كل باب، يعني تقدر تفتح اي باب مش لازم الباب الامامي بس، حركه حلوه منهم جدا. وبرضو الكرسي بيظبط مع فتحتك للباب، كرسي السواق. الكرسيين هنا كهرباء ودي حاجه كويسه اتغيرت، ولكن الفرش عندي هنا قماش عادي خالص. عندي مسند وسطاني فيه كاب هولدرز كبار جدا، عندي مخرج التكييف من ورا ومخرج 12 فولت. عندي هنا برضو مساحة تخزين مش قليلة، مساحات التخزين في البيبان الخلفية كبيرة جدا، وكمان عندي ستارة خلفية، فدي كلها اوبشنز حلوة في العربية من ورا. ارتفاع الراس والمساحة، لو انت في الحتة دي في كده حتة نازلة شوية تمام، ولكن بعدها فاتحينها فتقدر تاخد يعني راحتك في المساحة. كرسي مريح جدا مفيش اي كلام فيه برضه. في فتحة شمس عادية مش بانوراما في العربية. ظهر العربية حلو جدا، انا برضه بيعجبني، فتحتين شكمان حقيقيين الحمد لله، حواليهم بيانو بلاك. انتقاد بقى مش قليل ان العربية فيهاش كاميرا رجوع، فيها حساسات امامية وخلفية بس، لكن ما فيهاش كاميرا رجوع على عربية زي دي، يعني غريبة شوية. في الفئة الاعلى هي اللي فيها الكاميرا.
عندي برضو خط الكروم اللي واصل ما بين الفانوسين، شكله حلو قوي، والفوانيس هنا بالكامل LED وشكلها حلو برضو، ما فيش كلام. العربية كلها شكلها جذاب بالنسبة لي أنا. قولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات تحت. شنطة العربية هنا 453 لتر، شنطة غويطة برضو، مش أكبر واحدة في فئتها ولكن غويطة وفيها مساحات كويسة. وطبعا تقدر تتني الكراسي 40-60، فدي حاجة كويسة جدا. شايفين الحتة دي معمولة عشان تعلقها هنا مفروض كده. تكشف لكم الجنط الاحتياطي بتاعها، الحديد بالعدة بتاعته، وفي أماكن تخزين من تحت في الحتة دي كلها، ممكن تحط فيها حاجات رفيعة يعني، ده مكان تخزين خفي جوه العربية. نبص على خامات الباب الأمامي، من هنا رابر حلو جدا، ومن هنا برضو طري، هنا عندي قماش، وهنا عندي تريم معمول حلو بتو تون حلو قوي. طبعا الكرسي كهربا، وفي الماموري بتوعه هنا، هنا برضو جلد حلو جدا. هنا عندي بيانو بلاك في الحتة بتاعت زراير الازاز، والمساحة دي ضخمة جدا، انت ممكن تحط فيها على الاقل ازازتين كبار قوي، ومكملة لغاية جوه هنا، فمساحة التخزين في الباب ده ضخمة جدا. الخامات كلها برضو مكملة جوه بالظبط زي البيبان، الخامات كلها ممتازة، والتقفيل ممتاز زي ما تعودنا دايما من فورد، تقفيلهم دايما هايل. طبعا العربية دي زيرو وعليها اكياس لسه، ولكن الفرش برضو زي ما انتوا شايفين قماش، ولكن في حتت من الجلد كتيرة في الطابلو وفي الكونسول الوسطاني. الكرسيين الاماميين كهربا، لكن طبعا كرسي السواق فيه كمان خاصية الماموري. والعتب هنا عليه كلمة فيوجن حلوة قوي. الباب الخلفي لو بصينا عليه نفس الخامات بالظبط زي الباب الأمامي، مفيش أي تغيير، ودي حاجة حلوة جدا. طبعا زائد الستارة دي حلوة برضو. هنا الجلد في كل حتة مع القماش، وهنا في رابر طري، وهنا حتى البلاستيك التحتاني ده ما هواش النوع اللي بيخرفش جامد، ده لا، في منه أردق، ده النوع الطري اللي بياخد ويدي. وبرضو مساحة التخزين كبيرة جدا في العربية حتى في الباب الخلفي، دي حاجة مش اعتيادية، مكمل لغاية هنا. ده المنظر الرئيسي بتاع تابلو العربية، شكله حلو جدا. عجلة القيادة جلد فخم قوي، احساسها حلو، وفيها بادل شيفترز من هنا للنقل كمان، عربية بقى سبورت. الجزء ده خاص بالجزء ده من الشاشة الرقمية، والجزء ده خاص بالجزء ده. خدوا بالكم الشاشة مش كومبليت ديجيتال، هنتفرج عليها، ولكن برضو فيها العدادات. دي الشاشة الرقمية اللي قدامك اللي هي متقسمة جزء هنا وجزء هنا. الجزء ده ما بيتغيرش خالص، لكن اقدر اغير في الاجزاء. طبعا انتوا شايفين العربية فيهاش بنزين تقريبا، لازم ادوس اوكي لكل الحاجات اللي الارز اللي طالعه لي. عندي التريب كمبيوتر موجود برضو هنا بوضوح، الشاشة نقائها عالي وحلو. اقدر ارجع للحتة بتاعت التريب كمبيوتر، الاقتصاد، فيول ايكونومي، استهلاك البنزين، الدرايفر اسيستس، فيها تراكشن كنترول اللي هو جزء من نظام الاي اس بي، عدم انزلاق العربية. وكمان فيها لين كيبنج، تقدر تحافظ على الحارة وتقول لك اليرت وايد، ولا alert و aid يعني هي ممكن تنبهك او ممكن تنغز الدريكسيون، تديله رعشة كده عشان تحسسك ان انت طلعت من الحارة. بس طبعا انتوا عارفين احنا في مصر الانظمة دي مش كويسة قوي، عشان الحارات نفسها مش معمولة كويس. وبرضو فيها مقياس ضغط هواء، قايس لك الضغط بالبار بدقة، ودي حاجة حلوة. الشاشة التانية الوسطانية اقدر استخدمها من الجزء اليمين بتاع عجلة القيادة. عندي الانترتينمنت، عندي النافيجيشن، العربية دي فيها بيلت ان نافيجيشن فعلا، يعني فيها جي بي اس، نظام الملاحة موجود فيها، واديكم شايفين البوصلة قدامكم اهي، التليفون، السرعة طبعا ما بتحركش. لكن الجزء ده عامة الشاشة الرقمية دي عجباني ككل حلوة. الشاشة الرئيسية اللي هي معمولة بنظام سينك 3، خدوا بالكم في حتة ورقة ملزوقة عليها عشان العربية دي زيرو. وادي نظام النافيجيشن على طول، ده المنظر التقليدي. عندك برضو اللي هي ما يسمى بالويدجتس، متقسمة الشاشة لكذا جزء، وانت ممكن تعملها كاستمايزيشن. برضو فيها تكييف بس مش هقدر اشغله لكم لان العربية ما فيهاش بنزين، فمش هقدر ادورها. التكييف سهل جدا برضو بالظبط، هو نظام سينك 3 للي عنده فورد متعود عليه. ونظام الملاحة، ولكن برضو فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فدول اهم حاجة. النظام كويس مش وحش، بيعمل اللي عليه من غير بهرجة ويعني ولا اي حركة زيادة فيه.
والجرافيكس كلها عادية مش زيادة. عندي برضو مجموعة ambient lights اللي هما دول، تقدر تغير بيهم الامبينت لايت اللي في العربية. هي نقط متنور في العربية، ما هياش LED strip، ما هياش وحدات كاملة طويلة بطول البيبان مثلا او التابلو، هي مجموعة انوار انت تقدر تنقي منها برضو موجودة في العربية. ولكن النظام سهل الاستخدام، مفيش اي حاجة، والايكونات بتاعته او الاماكن اللي بتدوس فيها واضحة وسهلة جدا. تحت الكونسول الرئيسي عندي المساحة الكبيرة جدا للتخزين، وفيها فتحتين USB وولاعة. من هنا عندي ناقل الحركة العادي خالص الست سرعات، فرامل كهرباء، كاب هولدرز كبار، انتوا عارفين الامريكان بيحبوا الكاب هولدرز، وكمان اوبشن طفاية حلو قوي. مساحة تخزين هنا كبيرة، وفيها كمان ايه الرف ده ممكن تحط فيه حاجات، ومتبطن معمول حلو قوي، تقدر تفتحها يجيب لك مساحة اكبر من تحت كمان كبير قوي تحت المسند الوسطاني. حلوة الحتة دي. نبص على درج التابلو. درج التابلو كبير جدا، ومش بس كبير، في رفين يا جماعة، يعني في رف هنا من كتر ما هو كبير قسمينه اتنين زي ما يكون دولاب بيتك سعادتك، كبير قوي من هنا ومن هنا. لو اتكلمنا على مواصفات الامان في العربية، فورد عمرها ما بتجلي، دايما مواصفات الامان عندها ممتازه وما بتضحيش بيها في اي فئه. العربيه فيها 7 اير باجز واي بي اس واي بي دي واي اس بي الثبات الالكتروني، وتراكشن كنترول اللي هو ان العجل ما ينزلقش على الارض، ومقياس ضغط هواء زي ما انت شفته، وهيل لونش اسيست انها ما تتزحلقش على المطلع، فيها كل حاجه. ودي طبعا حاجه ممتازه دايما من فورد. والعربيه كلها ككل تقفلها دايما ممتاز. انا دايما دي اكتر واحده من الحاجات اللي بتبهرني من فورد، لانه بننسى ساعات ان فورد قد كده مصنع كبير، التقفيل بتاعه دايما ممتاز في كل حته، واحساس كله كويس، والخامات كلها يعني في العربيه كويسه جدا محترمه جدا. الانتقاد الكبير بالنسبه لي، عربيه في هذا المقاس ازاي اي فئه تنزل من غير كاميرا الرجوع؟ دي كبيره شويه، اوكي فيها حساسات اماميه وخلفيه، كانوا زودوا كاميرا مش 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 كتير يعني. الفئة الأخيرة بس اللي هي التايتانيوم هي بس اللي بتنزل بكاميرا، فدي أنا حاجة يعني تقيلة شوية. أنا برضو ما عنديش أي شك إن العربية دي هيبقى أدائها جيد جدا، بالذات إنها بقى فيها موتور قوي جدا 240 حصان، فهتبقى كويسة ومحترمة. وكانت عجباني قبل كده أصلا الـ 1500 الإيكو بوست، كانت عجباني. هنا الموتور طبعا 2000 سي سي إيكو بوست، ودي في حد ذاتها علامة كويسة، معناها إن الكلام اللي طلع عن إن الفيوجن هتقف او هيبطلوا انتاجها، ما اعتقدش، دول لسه طرحينها بموتور جديد، فدي علامه كويسه ان فيوجن ما زالت مكمله معانا، لان العربيه دي انا بالذات بحبها، بحبها شكلا وموضوعا وكل حاجه، وثباتا كمان. هنستنى لما يجيبوا لنا عربيه تجربه ونشوف العربيه هتبقى عامله ايه على الطريق، ولكن ثقتي عاليه ان ادائها هيبقى جيد. بس لو عجبكم الكلام ده في عز التراب والهواء والبهدله، اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه، وبعدين ادخلوا على الانستجرام على طول، واشوفكم في العرض القادم ان شاء الله. سلام. كده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها.